عزائي لحسين انتمائي مأتمي وعزائي عاهدت نفسي بعهد أبقى خادم للأبد عاهدت نفسي بعهد أبقى خادم للأبد مأتمي وعزائي مأتمي وعزائي من قبل عام وبقيت بحزني لليوم انتظر انتظر جيت محرم وبأحر من الجمر عمري بين يدي الحسين مقزمة قربان ونذر لحظة من مجلسة تسوى عندي بسنين العمر لحظة من مجلسة تسوى عندي بسنين العمر لما مجلس بكائي هو سر بقائي لما مجلس بكائي هو سر بقائي لهالسبب ما خذ وعد أبقى خادم للأبد مأتمي وعزائي مأتمي وعزائي لحسين انتمائي مأتمي وعزائي عاهدت نفسي بعهد أبقى خادم للأبد عاهدت نفسي بعهد أبقى خادم للأبد مأتمي وعزائي مأتمي وعزائي ما أوفي لو بجيت حسين بدموع ودمع بل مثل يعقوب لازم أتلف العين بعمه معتكف كل عمري أنحب واعتكاف بمأتمه قربة لله ناوي ولزكية فاطمة قربة لله ناوي ولزكية فاطمة من عندهم عطائي وانتظر جزائي من عندهم عطائي وانتظر جزائي وما ردت غير المدد أبقى خادم للأبد مأتمي وعزائي مأتمي وعزائي لحسين انتمائي مأتمي وعزائي عاهدت نفسي بعهد أبقى خادم للأبد عاهدت نفسي بعهد أبقى خادم للأبد مأتمي وعزائي مأتمي وعزائي ما أبطل من نحيبي ما أكف من الولي والسعادة عندي يعني عالحسين أبقى حزين أنا تربية المواكب واللطم والأربعين وأنا خريج الوفا من جامعة أم البنين وأنا خريج الوفا من جامعة أم البنين من مجلس رثائي مكتسب وفائي من مجلس رثائي مكتسب وفائي ومهما لو طال الأمد أبقى خادم للأبد مأتمي وعزائي مأتمي وعزائي لحسين انتمائي مأتمي وعزائي عاهدت نفسي بعهد أبقى خادم للأبد عاهدت نفسي بعهد أبقى خادم للأبد مأتمي وعزائي مأتمي وعزائي من بجيت على الحسين وصارت دموعي شعار ما طمعت أدخل جنان ولا خفت تحرقني نار لكن أنا قبالة صاير جني مسلوب القرار لو سمعت باسم عيني تبكي من غير اختيار ولو سمعت باسم عيني تبكي من غير اختيار بحسين اكتفائي بحب ارتقائي بحسين اكتفائي بحب ارتقائي واندع الفرد الصمد أبقى خادم للأبد مأتمي وعزائي مأتمي وعزائي لحسين انتمائي مأتمي وعزائي عاهدت نفسي بعهد أبقى
خالد للأبد عهدت نفسي بعهد أبقى خادم للأبد مأتمي وعزائي مأتمي وعزائي البجع على حسين يعكس عن طهارة منبعك وينفعك يوم اللي لا مال وبنون تنفعك دمعتك نادي الحسين وهو حتما يسمعك ترتل بصورة عشق يا ليتنا كنا معك ترتل بصورة عشق يا ليتنا كنا معك لو سالت دمائي تستمع ندائي لو سالت دمائي تستمع ندائي دمي بعد ما برد أبقى خادم للأبد مأتمي وعزائي مأتمي وعزائي لحسين انتمائي مأتمي وعزائي عاهدت نفسي بعهد أبقى خادم للأبد عاهدت نفسي بعهد أبقى خادم للأبد مأتمي وعزائي مأتمي وعزائي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين أبا الزهراء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الميامين حياكم الله أحبتي الكرام من عندي حرم سيدنا ومولانا من الشفاء بتربته واستجابة الدعاء تحت قبته والأئمة من ذريته سيدنا ومولانا وإمامنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبجوار سيدنا ومولانا سيد الماء ساقي عطاشا كربلاء وأبو الوفاء أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أحييكم أيها الأحبة الكرام ولنكن معا ونجدد العهد والولاء لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ونقول له سيدي يا أبا عبد الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا أبا عبد الله لبيك داعي الله نعم ودموعي ضعن محبوب غريب وملكني وطن دلاني علي سواني كبير ولبسني حرير وعالغبر يبار ما عندك فهم من نكون بخدمته ونوح كل شي أعوف والعزاء انذر لحيس ودمع ويلتوب قاتلة حزن وعذاب كربلة لاملة وضيعت رقي بالفلة لاملة وضيعت رقي بالفلة حسين دنيانا ظلام والخدر
الحرام يطوب ريته وين ما عند حسين آخر تلوين تالي هيصير والماكو سوين من حق أهيم محبوب رحيم حياكم الله أحبتي الكرام من هذه الحضرة المباركة المقدسة لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هنالك حث من الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام لكل مؤمن أن يرتبط بالحسين عليه السلام في كل يوم، من جهة الزيارة ومن جهة أخرى أن يذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه في كل يوم. سيد الشهداء أعطى وبذل مهجته في سبيل الله، وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، فأعطاه الله سبحانه وتعالى العطاء الأوفى، وأعطاه المحبة في قلوب المؤمنين، وأعطى لكل شيعته وأتباعه ومحبيه أنهم إذا تمسكوا بالحسين صلوات الله وسلامه عليه هنا يكون الفوز في الدنيا والآخرة. كيف ذلك؟ ورد عن مولانا الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه أنه قال: من زار الحسين عليه السلام في السنة 3 مرات
آمنه الله تعالى من الفقر. وكذلك في روايات عديدة تتحدث لنا عن زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه في كل يوم. فعندما جاء حنان بن سدير عند مولانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام سأله الإمام: أتزور الحسين في كل يوم مرة أو في كل جمعة 5 مرات؟ يعني في الأسبوع 5 مرات. قال: لا يا ابن رسول الله، إن بيني وبين الحسين فراسخ. وإذا بجواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، قال: إذا أردت زيارته ارق إلى سطح الدار، التفت يمنة ويسرة، ثم ناحية القبلة، ثم وجه وجهك نحو السماء وقل: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. هكذا بجواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أن الإنسان يوجه وجهه نحو السماء ثم نحو قبر الحسين عليه السلام ويسلم بهذا السلام القصير: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وإذا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: تكتب لك زورة. والزورة ما معناها؟ والزورة حجة وعمرة. انظروا إلى الثواب الجزيل العظيم الذي يصفه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ثم تأكيد على ذلك، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحثنا في كل يوم عندما نشرب الماء أن نذكر عطش الحسين عليه الصلاة والسلام. فقد ورد عن داود الرقي قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذ استسقى الماء، فلما شرب رأيته قد استعبر وغرورقت عيناه بدموعه، ثم قال لي: يا داود، لعن الله قاتل الحسين عليه السلام، فما من عبد شرب الماء فذكر الحسين عليه السلام. وهذه أقولها لكل مؤمن، دائما في حياتك اجعل الحسين سلام الله عليه موجود. كل يوم لما تشرب الماء اذكروا عطش الحسين سلام الله عليه، اسمعوا هذه الرواية وهذا الثواب الجزيل العظيم الذي يذكره لنا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. قال: يا داود، لعن الله قاتل الحسين عليه السلام، فما من عبد شرب الماء فذكر الحسين عليه السلام ولعن قاتله إلا كتب الله له 100,000 حسنة وحط عنه 100,000 سيئة ورفع له 100,000 درجة وكأنما أعتق 100,000 نسمة وحشره الله تعالى يوم القيامة ثلج الفؤاد. السلام عليك يا أبا عبد الله، لعن الله قاتليك سيدي يا أبا عبد الله. كلما تشرب الماء اذكر الحسين سلام الله عليه والعن قاتل الحسين. هذا الثواب كله الإمام صلوات الله وسلامه عليه يذكره لكل مؤمن، يذكر الحسين سلام الله عليه عند شرب الماء. ثم لكل صاحب حاجة ولكل صاحب غم وهم وأمر احتار فيه، اقصدوا باب الله، اقصدوا الحسين صلوات الله وسلامه عليه الوجيه عند الله. إذا كانت عندك حاجة، عندك هم، عندك مريض، تعال عند الحسين سلام الله عليه، من باب توسل، من باب قبل الباب وادخل إلى الحرم، وادخل إلى الإمام الحسين عليه السلام، سلم عليه وأطلب حاجتك من عنده. لأنه في الرواية الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يروي لنا إلى الحسين عليه الصلاة والسلام أن سيد الشهداء قال: أنا قتيل العبرة، قتلت مكروبا، وحقيق علي ألا يأتيني مكروب قط إلا رده الله
وأقلبه إلى أهله مسرورا. خذوا حوائجكم هذه الليلة ليلة الجمعة من عند حرم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأنتم ترون هذه الأنوار تلألئ على قبة الحسين عليه الصلاة والسلام، وهذه الراية التي ترفرف على قبر أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كم يكون الإنسان مسرورا عندما يصل إلى أرض كربلاء ومن بعيد يرى تلك القبة المنيرة، يرى ذلك القبر المنير، ويأتي إلى الحسين بقلبه، بحاجته، بهمه، بكل ما عنده، يسلم على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، يراعي الآداب العامة لزيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ويزوره ويصلي عنده. هنيئا لزوار الحسين، هنيئا لأحباب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله أن نكون وإياكم من زواره، من أحبابه، من اللي تمسكون عنده. أقول هذه الأبيات وهي عادة للأخوة في البحرين جزاهم الله ألف خير، في السيدة زينب سلام الله عليها لما نظرت إلى قبر الحسين عليه الصلاة والسلام. ولو ترى زينب في هذا اليوم عندما تأتي من بعيد وترى الأنوار مشعة من قبر سيد الشهداء، أنت أيها الموالي ماذا تقول؟ تصلي على النبي وآله، تقول السلام عليك يا أبا عبد الله، الحمد لله الذي رزقني زيارتك. نعم، وهذه الأبيات بلسان حالها سلام الله عليها: قبر الشهيد ابن أمي بانت لنا أنوارا، قبر الشهيد ابن أمي بانت لنا أنوارا، وقبرك عسى يا الوالي ما تنقطع زواره، طوبى إليك من تربة كربلاء، طوبى إليك من تربة يلساطع بأنواره، يوم القيامة الجنة مكتوبة الزوارة، أبدا فلا يتحاسب من يندفن بجواره، من يندفن بجواره. وجهك الماكو جماله عايش بعين خياله، كل رسائل عمري دمعه، وانتظر منك رساله. وجهك الماكو جماله حياكم الله أحبتي الكرام مرة أخرى، من يود المشاركة معنا والسلام على سيدنا ومولانا الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه يمكنه الاتصال على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة لنكون بخدمتكم إن شاء الله تعالى. يا حبذا يعني أنوه لجميع الأخوة الزائرين جزاكم الله خير أن الرقم اللي يبدأ بالمفتاح الدولي هو مخصص للاتصال من خارج العراق، والرقم الآخر هو لداخل العراق. أرجو الالتفات لذلك والالتزام بذلك حتى نفسح المجال للأخوة من خارج البلد أن يكونون إن شاء الله تعالى في ضيافة الحسين سلام الله عليه في هذه الليلة.
لا ننسى أول الدعوات بتعجيل فرج إمام زماننا، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن نكون إن شاء الله من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه. ونسأل الله العافية والسلام لجميع المرضى وجميع من أوصونا وقلدونا وتأملونا بالدعاء والزيارة، بقضاء الحوائج وشفاء المرضى ودفع كل سوء وبلاء، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين الأتقياء. ليلة الجمعة إن شاء الله مباركة علينا وعليكم بأنوار صاحب الزمان وبركة صاحب الزمان ونور الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولطف الإمام عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، وأسأل الله أن نكون وإياكم إن شاء الله دائما من زوار الحسين، من أحباب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كل من يتمنى أن يحضر بهذا المكان إن شاء الله ما نسيناكم بالدعاء والزيارة، وأسأل الله أن ييسر لكم جميعا إن شاء الله زيارة الحسين وجوار الحسين عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، بحق النبي وآله الطيبين الطاهرين. نعم أيها الأحبة، ونحن نرى أمامنا أعداد كبيرة من زوار الحسين صلوات الله وسلامه عليه في هذه الأيام، وهذه البركة العظيمة عند سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. معنا أول اتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، منو معنا؟ أم ذو الفقار من بغداد. السلام عليكم ورحمة الله. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك سيدي يا أبا عبد الله. عندك يا أبا عبد الله يا حسين، أريدك تحل هاي المشكلة يا أبا عبد الله، بدا هذا اليوم ماخذ هذا اليوم يا أبا عبد الله. كدوة قلبك سيدي، أنك تسجل اسمي إن شاء الله، سجلنا اسمكم وأمامكم حضرة الحسين سلام الله عليه، وطلبوا حوائجكم إن شاء الله مقضية بركة سيد الشهداء سلام الله عليه. الله يوفقكم إن شاء الله بجاه أمير يا أبا عبد الله. هذا شباك الإمام الحسين سلام الله عليه أمامكم، والناس لازم تبعديها يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله تسمع هالمرأة هذه، وأنت كريم يا سيد الشهداء، أعطاك الله سبحانه وتعالى. الشهداء بجاه كل من عنده جاه عد الله، مشكلتنا هاي احنا بيها بجاه هاي ليلة الجمعة يا رب العالمين. يا الله يا الله، الله يبارك بكم سيدي، الله يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله ويتقبل زيارتكم ودعائكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى بكرامة الإمام الحسين أن يحل مسألتكم إن شاء الله بالخير. معانا اتصال. أم حيدر من السويد، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حياكم الله، ولبيك يا حسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله، لبيك يا أبا عبد الله. تفضلوا بالزيارة بارك الله بكم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ابن رسول الله يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله ندعونا ان شاء الله بالزياره ان شاء الله. احنا ما ننساكم بالدعاء، وهذه حضره الحسين سلام الله عليه سيد الشهداء امامكم، انتم اطلبوا حوائجكم واحنا ما ننساكم ان شاء الله. ان شاء الله ندعونا، الله يبارك فيكم ان شاء الله، ويوصلكم الى الحسين سلام الله عليه سالمين غانمين ان شاء الله، ويحفظكم ويحفظ العائله جميعا، ويرزقنا وإياكم حسن العاقبة بحق مولاي الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. حياكم الله يا أم حيدر، والله يتقبل الزيارة والدعاء إن شاء الله، موفقين لكل خير. معنا اتصال آخر. أم حيدر، عفوا أم علي من البصرة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ولبيك يا حسين. الله يحييك سيدنا، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله، لبيك يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم السلام صل على محمد وآل محمد. يا أبا عبد الله، السلام عليك ابن رسول الله، السلام عليك ابن أمير المؤمنين، السلام عليك ابن الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين،
السلام على الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على حامل لواء الحسين قمر بني هاشم سيدي ومولاي أبا الفضل العباس وعلى أخته الحوراء زينب. السلام على سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه يا رب العالمين. اللهم اكف الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لك ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. دعاء وزيارة سيدنا. الله يبارك فيكم إن شاء الله ويتقبل أعمالكم ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولجميع المؤمنين بحق محمد وآل محمد. حياكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم يا رب العالمين. معانا أم أثير من ميسان. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله ولبيك يا حسين. حياك الله ولبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا أبا عبد الله. لبيك يا أبا عبد الله. السلام عليكم سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. سيدي ومولاي والله الفراق بيني وبينك 5 سنين ونص ما غيره. سيدي نعم جزاك الله ألف خير. الله يحفظكم الله يبارك فيكم إن شاء الله يا الله بحق الإمام الحسين. والله العظيم احنا نقول هذا أمامكم قبة سيد الشهداء سلام الله عليه هذا القبر الشريف ونقول يا من اسمه دواء وذكره شفاء. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. الله يحفظكم. سلام الله عليك سيدي ومولاي. بارك الله فيك أنت الطبيب المشافي يا حسين. وانا اللي لدوه او داخله عندك سيدي ومولاي اريد شفائي من عندك يا حسين يا ابا عبد الله. بالحق مصطفى العباس سلام الله عليه. سلام الله عليه. بارك الله عليك عليك وعلى اولادك سيدي ومولاي. السلام على اخيك وكاتب زينب قمر بني هاشم ابو الفضل العباس عليه الصلاه والسلام. على سيدتي ومولاتي زينب الحوراء. السلام على سيدتي ومولاتي فاطمه الزهراء وام البنين سلام الله عليهم اجمعين. بارك الله بك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مولاي يا قمر العسكر يا مولاي اكتم الصحه وعافيتي كل شيء ما اريد حتى اجي ازور نفس الزياره كان ونص هواي والله كلش هواي. ان شاء الله توفقون للزياره بحق مولاي الامام الحسين. والله ما افاركم بالسنه ازور 20 30 مره ابي ازور ان شاء الله تعودون لذلك ان شاء الله بحق الحسين وبحق قمر بني هاشم ابي الفضل العباس سلام الله عليه. جزاك الله الف خير. جزاك الله الف خير الصحه والشفاء لكل مرضى. الله يحفظكم وانا من ضمنهم يا سيدنا. اللهم يرزق كل عبد مسلم زياره اهل البيت يا رب العالمين ويرزق من ضمنهم بحق الحسين بعد. الهي امين. اللهم صل على محمد وال اللهم محمد. صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين بالصحه والعافيه. بارك الله بكم. اللهم أسأل الله لكم العافية والسلامة يا أم أثير بحق مولاي الإمام الحسين سلام الله عليه. حسين أبو عبد الله جزاك الله ألف خير طيب. حياكم الله وتقبل الله أعمالكم. في أمان الله. في أمان الله وحفظ الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. مع اتصال آخر. أم ميثم من ذي قار. السلام عليكم. عفوا أم ميثم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ولبيك يا حسين. الله يحفظك سيدنا. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا أبا عبد الله لبيك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك. عليكم مني جميعا سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله خلاه من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. السلام على قمر العشيرة والفضل العباس. السلام على الحوراء زينب. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم يا رب. اللهم العالمين. لا تحرمنا رؤيتهم بذنوب نيابة هاي ليلة الجمعة مبارك علينا وعليكم وعلى سيد مولاي صاحب الزمان يا صاحب الله الزمان يجورنا ويجوركم إن شاء الله. زور نيابة عن جميع المؤمنين والمؤمنات حيهم وميتهم وعن والدي ووالدي سجل اسمعنا يوم الله يوفقك. الله يبارك فيكم ان شاء الله ويتقبل اعمالكم. ابو ميثم وولده مؤمل وولده رحم الله والدك والدي الله يوفقك ان شاء الله يوفقكم ويزكاه ان شاء الله بعد الله. الله يحفظكم ان شاء الله. سجلنا هاي الليله من زواره بحق يا رب العالمين ان شاء الله. والعمه فاطمه
بارك الله بكم ميثم، الله يتقبل زيارتكم ودعائكم، المرضى وتقوى حوائج المحتاجين واحنا منهم يا رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء، شكركم في ذلك. الله يتقبل زيارتكم ودعائكم، ان شاء الله موفقين لكل خير بحق محمد واله الطيبين الطاهرين، حياكم الله. معنا اتصال اخر، الاخ ابو عباس من امرني. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله ولبيك يا حسين. لبيك يا حسين، لبيك يا عباس، لبيك يا زينب. بارك الله بكم، تفضل بالزيارة ونسألكم الدعاء. أنت سبيل العظم وصلاة الأفهم وسعداء دار الخلاء وفعادة البقاء. بارك الله بكم. أهلا بكم طوري من جنة شوى نفس الحمسة على درجات فإذا ما ذكروا في مجلس ما أرفع صوتكم بصلوات. اللهم صل على محمد, محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. بارك الله بكم. السلام على مسلم بالمدينة المصير المهيدة بالقاسم المتفى بالزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على سيادة المستقيم إمام المستقيم وعلى آل الكرام. السلام على مولى الكونين ونور العينين وإمام السفلين وصحة السلام أخي أبو فضل عبد عليه السلام. السلام الله عليه السلام. السلام على إمام كافيين، السلام على إمام عسكريين، السلام على أئمة البقيع، السلام عليك يا خليفة الله وخليفة أبا المهديين، السلام عليك يا وسيلة وسيلة المعظيم، السلام عليك يا رب العالمين الإمام المهدي عجبت تعرف أي. بارك الله بكم أبو عباس. نعم عباس من تحدني أم عباس أبو عباس. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. بارك الله بكم وتقبل الله زيارتكم ودعائكم، إن شاء الله موفقين لكل خير بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. معنا اتصال آخر، الأخ رزاق من الديوانية. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ رزاق، السلام عليكم. السلام عليكم. لبيك يا حسين. عليكم السلام ورحمة الله. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك سيدي يا أبا عبد الله. السلام على حسين وعلى علي حسين وعلى أولاد يا حسين. يا أبا عبد الله. نعم. الله يحفظكم إن شاء الله، ما ننساكم بالدعاء والزيارة. بارك الله بكم، أسأل الله يتقبل زيارتك ودعائك إن شاء الله بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، حياك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. معنا اتصال آخر، أبو حسن من الديوانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبو حسن يا حبذا تنصينا صوت التلفزيون وتسمعنا من الهاتف، بارك الله فيك. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك سيدي يا أبا عبد الله. أبا عبد الله يا حسين، بارك الله فيك يا حسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. يا أبا عبد الله يا حسين. ويانا يا أبو حسن. تفضل أتمم الزيارة، بارك الله بكم. يبدو انقطع الاتصال مع الأخ أبو حسن، الله يتقبل زيارتك ودعائك، إن شاء الله موفق لكل خير بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. معنا أم إحسان من بابل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. لبيك يا حسين، لبيك سيدي يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء. عظم الله لنا ولكم الأجر ومثابين إن شاء الله. عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب يا حسين يا سيد الشهداء. بارك الله بكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بجهال الأيام الفاطمية وهاي ليلة الجمعة يا رب العالمين يا الله يا الله
كبار الحسين ويحفظ أولادكم وعوائلكم إن شاء الله. الله يبارك فيكم إن شاء الله ويتقبل أعمالكم، جزاكم الله خير. بارك الله بكم، الله يتقبل زيارتكم ودعائكم، إن شاء الله موفقين لكل خير بحق مولاي الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حياكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا رب العالمين، واجعلنا من أنصار قائم آل محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم أيها الأحبة الكرام، معنا اتصال آخر، الأخ حسين من واسط. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا أبا عبد الله. لبيك يا حسين. بارك الله بك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا حسين. الذين بذلوا مواجههم دون الحسين عليه السلام. قوم إذا نودوا لدفع ملمة والقوم ما بين مكرتس ومدحس لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا يتعافتون على ذهاب الأنفس، فيا لهم من فدية نصر الحسين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. السلام على سيدي ومولاي عمر بن هاشم أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام على فخر المخدرات زينب الكبرى سيد حجر الله يطيب. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يبارك فيكم. تدعينا تحت القبة الشريفة بالشفاء. إن شاء الله إن شاء الله ما ننساك. سجل سمخت الطبيعة. بارك الله بكم. أم علي والعلوية أم محمد وسليم وحسن وزينب بن نجاح. يا الله. عباس وموسى وحيدر. إن شاء الله. بارك الله فيك. تدعي له بالذرية. إن شاء الله. عليك. الله يبارك فيكم إن شاء الله. الله يتقبل زيارتك ودعائك أخونا حسين، إن شاء الله موفق لكل خير بحق مولانا وإمامنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حياك الله. معنا اتصال آخر، الأخت آية من الدجيل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ولبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا أبا عبد الله. لبيك يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء. عظم الله أجرنا وأجركم بذكرى استشهاد سيدتي مولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام، وأحسن الله لكم العزاء. بارك الله بكم وعظم الله لكم الأجر، تفضلوا بالزيارة. بارك الله بكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفدائك وأناخت برحلك، عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم أهل البيت. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا السلام حسين. على قطيع الكفين أبي الفضل العباس. السلام على قمر بني هاشم. السلام على حامل لواء الحسين. السلام على الحوراء زينب عقيلة الطالديين. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. يا أبا بأبي عبد أنت وأمي ابن رسول الله. بأبي أنت وأمي ابن فاطمة الزهراء. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق السر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج. إلهي آمين. اللهم شافي وعافي كل مريض. يا اللهم اقض حاجة كل محتاج. يا إن رب. شاء الله قضاء حوائجكم وشفاء مرضاكم. بارك الله بكم. آية أحسنتم. تسجل أسماء. اتفضلوا. بارك الله بكم. اسم الطفل عبد الله للشفاء من مرض السكر والطفل عباس. ولا تنسان من الدعاء السيد يا مولاي أبا. بارك الله بكم. الله, الله يتقبل زيارتكم ودعائكم إن شاء الله موفقين لكل خير بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم يا رب العالمين. معنا اتصال آخر، الأخ أبو حسن من واسط. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. حياكم الله ولبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا أبا عبد الله. بارك الله بكم، تفضل بالزيارة أمام قبة سيد الشهداء سلام الله. يا أبا عبد الله. لبيك يا أبا عبد الله. يا حسين. لبيك يا أبا عبد الله. نويت زورنا نيابة
نعم سيد حيدر. بارك الله بكم، إن شاء الله ما ننساكم إحنا بالدعاء والزيارة، وأسأل الله بحق الحسين أن يوفقكم لكل خير إن شاء الله. الله يسلمك والسجل زامينه إن شاء الله. بارك الله بكم. الله يسلمك. نعم بالرزق والصحة والعافية إن شاء الله لك وللعائلة جميعا إن شاء الله. الله يسلمك سيد. الله يبارك فيكم إن شاء الله ويتقبل زيارتك ودعائك إن شاء الله، موفق لكل خير بحق مولاي وإمامي أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. حياك الله. معنا اتصال آخر. أم علي من البصرة، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لبيك حياك الله. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبي الفضل عباس ابن أمير المؤمنين وعلى سيدتي ومولاتي الحوراء زينب. اللهم ارزقنا زيارتهما في الدنيا وشفاعتهما في الآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك، والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته. بارك الله بك. اللهم عجل وإيك الفرج والعافية والنصر، ارزقنا رأفتهم ورحمته ودعاءهم ونصر. الله يحفظكم إن شاء الله، يبارك فيكم يا سيد الشهداء. أمامكم ضريح الإمام الحسين وإن شاء الله مستجاب الدعوات. أي والله رحم الله والديك، تدعي ابني مريض علي تكتب اسمه رحم الله والديك. الله يبارك فيكم، نسأل الله له العافية والسلامة إن شاء الله بحق مولاي الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. رحم الله والديك. بارك الله بكم وتقبل الله زيارتكم ودعاءكم إن شاء الله، موفقين لكل خير بحق مولانا وإمامنا أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام. معنا اتصال آخر. الأخ كرار من آمرلي، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله ولبيك يا السلام. حسين لبيك يا حسين. السلام عليك يا إمام الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا حسين أنا الله أجورنا وأجوركم بذكر استشهاد سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليه. عظم الله لنا ولكم الأجر. السلام عليك يا أبو فضل العباس قمر العشير. السلام عليك يا أم الجميل. السلام عليك زينب العاقلة. السلام عليك يا صاحب الزمان يا بقية الله. اللهم عجل وليك الفرج يا الله. اللهم كل وليك الحجة من حسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقادا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طاعة وتمتع فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. أحسنت يا كرار، بارك الله بك. كرار أنا أريد أسألك كم عمرك يا كرار؟ إن شاء الله. كم عمرك كرار؟ 12. الله يحفظك إن شاء الله، وإن شاء الله تكون دائما على حب وولاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بارك الله بك بهذه الزيارة اللطيفة، إن شاء الله دوم من أحباب الحسين سلام الله عليه. تفضل بالأسماء. أبو كرار، أم كرار، نعم، أم ليه، أم جاسم، حسين، أم بلزنين، زينب، فاطمة. بارك السلام الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وتقبل الله زيارتكم ودعاءكم، إن شاء الله موفق لكل خير بحق مولانا وإمامنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. معنا اتصال آخر. أم نرجس من واسط، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ولبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا مولاي يا أبا عبد الله. لبيك يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على مولاي أبي الفضل العباس. السلام على مولاتي السيدة زينب سلام الله عليها. يا مولاي نعزيكم، نعزيكم باستشهاد مولاتنا الزهراء، نعزي مولانا صاحب العصر والزمان. نسألكم الدعاء والزيارة لي ولوالدي ولأخواتي وأخوي وزوجي وبناتي. بارك الله بكم، إن شاء الله ما ننساكم بالدعاء والزيارة عند حرم المولى أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. الله يتقبل زيارتكم ودعاءكم. وصلنا إلى مسك الختام أيها الأحبة الكرام. معنا اتصال آخر. آخر اتصال إن شاء الله. أم عباس من بغداد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ولبيك يا حسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله. لبيك السلام يا عليك حسين. يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا حسين. يا حسين. وعلى أخيك أبي الفضل عباس وعلى زينب العقيلة بطلة كربلاء. سلام الله عليك. سيد رحم الله والديك، أريدك تكتب اسمي والدب بطري اسمي. إن شاء الله ما ننساكم بالدعاء. رحم الله والديك، الله يوفقك ويا أزور نيابة عني وعن والدي وأمي، لكن سعنا بالزيارة والدعاء. يا رب العالمين، بحق مولاي الإمام الحسين سلام الله عليه. بحق الإمام الحسين وأم السيدة الزهراء إن شاء الله تقضى حاجة كل محتاج ومحتاج. يا الله. بارك الله فيك. الله يبارك، الله يتقبل اعمالكم ام عباس، ان شاء الله ما ننساكم بالدعاء والزياره ان شاء الله. الله يحفظكم لقضاء الحاجه. الله يبارك فيكم ان شاء الله. واسم والدي والله يوفقكم. رحم الله والديك. الله يبارك فيكم ان شاء الله ويتقبل زيارتكم ودعائكم. الأحبة الكرام، وصلنا الى مسك الختام، ولكن قبل الختام حقيقه يعني نرجو الدعاء للأخ الطيب من خدام الإمام الحسين عليه السلام ومن كادر البرنامج الأخ مجتبى، الله يحفظه إن شاء الله، ندعو له بالعافية والسلامة، وكذلك لوالدة الأخ يوسف بالرحمة والمغفرة، أسأل الله تعالى أن يرحمه برحمته إن شاء الله وجميع أموات المؤمنين والمؤمنات. أيها الأحبة الكرام، وصلنا وإياكم لمسك الختام لزيارة المولى الإمام أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. لا تنسوني وأخوتي كادر البرنامج وعائلتي بخالص دعواتكم، ونتوجه إلى الزيارة ونسألكم الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أزور سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين نيابة عن مولاي صاحب الزمان، أصالة عن نفسي نيابة عن والدي، ونيابة عن جميع من أوصونا وقلدونا وتأملونا بالدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام على الحوراء زينب ورحمة الله وبركاته. يا الله يا الله يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، يا غياث المستغيثين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين، لا سيما من أوصونا وتأملونا بالدعاء لهم. من على جميع المرضى بالشفاء والعافية. اللهم احفظ زوار الحسين، اللهم احفظ خدام الحسين. سيدي يا أبا عبد الله، هذا عهدنا معك، دائما ننادي لبيك يا حسين، لبيك يا مظلوم، لبيك يا شهيد، لبيك داعي الله، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. Yeah.